السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات متتبعات قناة علم أم هناء. مرحبا بكم معي فيديو جديد من سلسلة دروس تعليم الرندة. إن شاء الله نقدم لكم واحد الزواقة اللي كتجي من فوق الرندة وكتجي في وسط من الكوزة. هي شكل جميل وجديد، هي الزواقة ديال الضمة، كتجي سهلة بالنسبة لكل أخوات المبتدئات. تبعوا معي فقط المراحل وغادي تجيكم سهلة وإن شاء الله غادي تنجح معكم. كنكونو خدمنا بعدا الكوزه ديالتنا، اما نص طوق اما نزل حتى الاسفل، وعلى حساب الحساب اللي بغيتو نتوما تكون كبيره او صغيره. كنبرمو الخيط على 4 ديال الشعرات وكنبداو بهذه الطريقه. كنهزو عين من هذا الجانب وعين من الجانب الاخر، ونبقاو غاديين على هذا الشكل حتى كنكملو. غادي تسمحوا لي يمكن انايا غلط يعني في الحساب، نعاود نقاد الخيط ونعاود نرجع. من بعد ما قديت الخيط ديالي غادي نستمر هكذايا، كنهز عين من هذا الجانب وعين من الجانب الاخر. كنبقى مستمره على هذا الشكل، كنهز عين من هذا الجهه وعين من هذا الجهه حتى كنشكل واحد السلسله ديال الخيوط اللي متوازيه. من بعد ما كنوصل للعين الاخيره كنعقد الخيط من الخلف، وغادي ناخذ واحد الخيط اللي كيكون اللون ديالو مغاير. بامكانكم انكم ديروا خيط تخليوا نفس الخيط كديروا لون واحد. هنايا غادي نخدم بالابره المردومه، اللي ما عندهاش كتخدم غير بالابره العاديه، وكدير الجهه اللي فيها الخيط هي باش كتبقى تمشي وتجي. غادي ندخل الابره بهذا الشكل. ردوا معي البال شنو غادي ندير دابا. شوفوا شحال عندي ديال الخيوط، عندي 16 خيط، غنقسمهم على 4 ديال الخيوط، 4 4. كنهز 4 ونخلي 4، غادي ندخل البرا في الجهة المقابلة. دابا ما كندوش من الجنب، كنرجع للبلاصه منش بديت.
كنرجع لحدا العين مناش بديت المره الاولى غادي عاوتاني بنفس الطريقه كنهز 4 ديال الخيوط ونحط 4 ديال الخيوط وغادي نستمر بهذه الطريقه كنستمر بهذه الطريقه حتى كنخدم 4 ديال السطوره دابا غادي نرجع من الجهه الاخرى اش غادي ندير كنقلب المرمه للجهه ديالتي غادي نعاود دوك الخيوط اللي كنت كندوز البره تحت منهم دابا غادي ندوز البره والخيط من فوق منهم بالعكس ديال داكشي اللي درت في الاول كنهز عاوتاني 4 ونحط 4 كنعاود نرجع عاوتاني للبلاصه مناش بديت نعاود بنفس الطريقه كندير الخيط الثالث نعاود عاوتاني الخيط الرابع بنفس الطريقة كندخل الإبرة وغادي نقلب عاوتاني المرمى للجهة ديالتي أو نستمر هكاك هانتوما ردوا معايا البال دابا عاوتاني غادي نعاود دوك الخيوط اللي دوزت من فوق منهم في الاول دابا غندوز من تحت منهم غادي نستمر هكا سهله نخدم دابا بالجهه المعاكسه عاوتاني وكنستمر هكذا كنهز 4 ديال الخيوط وكنحط 4 هي طريقه سهله يمكن اي اخت انها تديرها
صافي دابا من بعد ما كنكمل كنعقد الخيط من الخلف. صافي كي كتشوفوا راه كتجي جميله في المنظر. كنحاول نشدوا الخيط مزيان باش ما كيتحلش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزواقه ديال تناد اليوم. كتجي جميله الزواقه ديال الضامه. نتمنى من كل الاخوات انهم يجربوها ويتخليوا لي تعليق. ان شاء الله عندي لكم دائما الجديد. بالنسبه للاخوات اللي عاد كيلتحقوا بالقناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم اخواتي على المتابعه والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.